السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مطبخ نعمة أم جنان. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد اللي غادي تكون فيه الدارجة وكذلك غادي تكون فيه الأمازيغية، وجيتكم طبق ديال الرز وعشار خفيف ولذيذ. كما كتشوفوا هنايا عندي زيت الزيتون، عندي واحد زلفة ديال الرز اللي نقيتها وغسلتها الرز كلاصي، عندي معلقة كبيرة ديال الطماطم المركزة، كذلك واحد الضمة ديال الثومة، ضمة ديال الربيع، ضمة ديال الزفران، واحد معلقة صغيرة ديال الملحة، كذلك معلقة صغيرة ديال الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي كما كتشوفوا هنا. وبالنسبة للخضرة اللي رافقتها مع الرز، عندي شوية ديال الدجاج أو قليل من الدجاج اللي مطحون، كذلك هنايا عندي واحد جوج ديال اللفتات، وحده بيضاء وحده صفراء كذلك اللي مطحونين. وهنا كما كتشوفوا عندي ثلاثة ديال الجزر اللي كذلك هو مطحون. هنا عندي واحد البصلة، واحد الفلفل اللي طحنتهم، كرافقهم مع الرز كيجي عشاء خفيف ولذيذ. بالنسبة باش ما يتقلقوش منا الناس ديالنا، غادي نرجع باش نشرح لهم هاد الوصفات أو لهاد المقادير بالطريقة الأمازيغية. أزول في اللون صفرخين سنتما زيرتينو غساد راكم سملغ ممكا دسنواغ الروز الخضرة دي تشكا إحلان إيواتين حتى الدراري إمزين أردرين الخضرة دروز غلاد رد شاك دي دا كنت المقادير اللي وجدغ داري زيت تين وكشوط، دارية تمزليت تين الرز كلاصي اللي سير دغت، دارية المعلقة تم قرص تين طماطيش تين محك تزكارت، يات الضما تين تيسكرت، يات الضما تين ربيع، يات الضما تين زعفران، المعلقة تم زيت تين تيسنت، المعلقة تم زيت تين فلفل حران، المعلقة تم زيت تين الخرقوم البلدي. بالنسبة للخضرة دو شيشاو، داري ميكنو شيشاو اللي بيغت طريفات مزيان، وكان داري سنات نتقلات هي تقلات تقا تمنيت هي تقلات تقا تصفريت، داري كراد نخيزو تانتا اللي بيرت، ديات الزالين تانتا اللي سبيرت، ديات التيفيفلت، غير ترتمون داير من مكان نسكن نسنو ان شاء الله الحشوة نغدا الوجبة تين الرز الخضرت. كما كتشوفو هنايا انايا درت الجميلة تسخن، غادي نكب عليها واحد أربعة المعالق كبار ديال الزيت البلدي، لاد كيغ الطنجرة هات طرغ، وكان هاد فيغ فلاس أربعة المعالق تين الزيت نوكشوط. كما كتشوفو هنا دجاج عشيشة نتاي زوان، وكان راس زايدغ أزالين البصل، ثم الفلفل يفلفل يزيدن، وكان خيزو الجزر سين كرابنتي خيزوتين ثلاث جزرات اللي مقطعين، وكذلك لفت وحدة بيضاء وحدة صفراء، وكذلك تقلاتين يا التمنيل يا التصفريت. هذا كل شيء كتشوفوا هنا. دابا غادي نضيف الملح، وغنضيف الابزار، وغادي نضيف الخرطوم، وكذلك غادي نضيف الطماطم غا تيسنت، وكان زايد غا افيفيل حران، زايد غاس الخرقوم وينوك الشوط د مطيشة تيلحك الفوق كله اللي قامت، بالنسبة للخضرات هاكا تنو نتا دو شيشة دروس الخضر غادي طيب مع الرز ومع الدجاج طيبه وحده باش كطلق البنه كيجي رائع رائع، جربوا وراه ما تندموش عليه البنات. دابا غادي نزيد الضما ديال المعدنوس، انت فرحين غير لا تزيدي الضما ديال المعدنوس. هاد البنات دابا غادي نزيد الضما ديال الزعفران، انت فرحين ما زيتينو غير لا تزيدي الضما ديال الزعفران. البنات دابا ضفت ليها الضما ديال
ثوما تيفرخين تمازيرتينو غير دراس الزايدة الطماطين تيسكرت. البنات كما كتشوفوا الخضرة والدجاج والقامة اللي درت كاملة هاي تشحرات باش غادي نضيف لها الزلافة ديال الرز. تيفرخين تمازيرتينو غير ها الدجاج نغدا اشي شاوط الخضر شحرن باهره مزيان بالقامه ولا كاسره الزايده زلافه تين الروز. هاتي زلافه تين الروز كلاصي اللي سير دغس مزيان الا درت التفيخ. ودابا غادي نحاول نحرك هذا الروز صافوا باش يشرب ليا الشرموله. غير تفرخين راه تسمى الصغ الروز دو ليقامة بالخضر باش تكشم باش تكشم ليقامة مزيان. وكان حتى تجغياني ميكاتين أيشحر وكان أغلغ ديدا كون أتفرخين نتما زيرتينو. البنات أنا غادي نرجع معكم بعد ما غادي يتشحر ليا الروز والخضرة عندي إطرو ديال الما طايب اللي غادي نكبو في الطنجرة هو اللي غيطيب بيه. تبرخين تمازيتينو غير هاد الروز هاتي يشحر الخضر راه الزايد امان داريترون وامان لي نوان مزيان راه تنفير نتني راينو سيسن الروز ولا الزايد يطرون وامان راه تنون. هانتوما البنات كيما كتشوفو دابا هادي طرو ديال الما غادي نكبو كامل بهاد الطريقة هاد فيغ فلاس امان نوان التدجيغ اينو سلخاطر. وكان اغول غادي داكون اتفرخين تمازيغتينو استقديم بنات بلادي كما كتشوفو دابايا انا كبيت عليه الماء طايب يطرو وغادي نخليه حتى يطيب ونرجع معكم ان شاء الله التقديم. هاد الماء هو اللي غيطيب بيه ما غنزيد حتى شي حاجه وغادي تشوفوا عشاء خفيف ولذيذ وخضره صحيه ولذيذه. بنات الطبق ديالي ديال الرز والخضره ها هو وجد بالصحه والراحه. انا زينتو بالكيتشوب وزينتو بشويه ديال الحبه نتوما زينوه باش ما بغيتو. ما تنساوش ديروا ليا جيم ابوني لي كومونتير زوينين وتفاعلوا مع القناه ديالي باش دائما يوصلكم الجديد. فرخين تمازيرتينو الطبق وين الرز الخضر هاتي وجات كيغاس ميك الكيت لاصوص الكيتشوب د ميك نجديكن وين الحباق اورتوم اتسكنت جيم ابوني كومونتير نحلاني واتان باش دائما اكوني راح الجديد اتفرخين تمازيرتينو.